في الزد ترانسفورم احيانا رح نحتاج نعمل صمم لجيومتريك سيريز. ايش هي الجيومتريك سيريز؟ ايش بالعربي؟ اخذتوها اكيد اخذتوها. الهندسيه ايش السيريز؟ متواليه، المتواليه الهندسيه. متواليه هندسيه هي المتواليه هي مجموعه من التيرمز بتيجي ورا بعض. بحاله الجيومتريك بكون بضربهم برقم، بضل اضربهم بنفس هذا الرقم متكرر بشكل متكرر. الارثمتيك سيريز بجمع لهم رقم. فالجيومتريك سيريز راح افترض انه عندي سيريز بتبدا اول تيرم فيها A، وبعدين بصير اضرب بالتيرم العام اللي هو AR. AR سكوير. AR كيوب. لحد ما اوصل مثلا AR to the N. واضح ليش هاي سيريز؟ متوالية، متوالية هندسية. ليش هندسية؟ لأني عم بضرب ضرب في التيرم R. فـ AR، AR سكوير، AR كيوب، AR to the 4 لحد ما أوصل AR to the N. المطلوب إني أطلع الـ sum of a geometric series. يعني الـ sum بدي إياه يكون هون N بتساوي 0 أو R يكون بتساوي 0 لحد ما أوصل N of A, R, R. المطلوب هون اني اطلع اكسبريشن يسهل الصم تبع هاي السيريز، ماشي؟ واضحه؟ لا احنا مش عارفين الجواب، بس الكل فاهم شو السؤال؟ الكل فاهم السؤال؟ زي ايش؟ ما خلينا ناخذ مثال عليها، يعني لو كان عندي 1.5، 1/4، 1/8، 1/16، ايش R هون؟ قديش ار في هاي الحالة؟ نص. نص. وقديش ايه؟ واحد. ممكن اجي اقول لك طلع لي الصم تبع هذه السيريز من التيرمز مثلا 1 لـ 1/16 اللي هون راح تكون هذه ار تو ذا 4 مش هيك؟ ار للقوة 4. طيب حتى نعملها راح نحط هلا هذول راح نقول انه اس بتساوي اي زائد اي ار زائد اي ار سكوير زائد اي ار كيوب لحد ما اوصل اي ار تو ذا ان. راح اخذ الان اضرب اس في ار. ار اس. ار اس شو بتساوي؟ انا ضربت السم في ار، معناها كل ترم يعني اذا ضربت اليمين في شيء مش الشمال كله بده ينضرب بنفس الشيء. اذا هاي اذا ضربت اس في ار شو راح يصير هدول؟ الاي هاي ايش راح تصير؟ اي ار. والاي ار شو راح تصير؟ اي ار سكوير. بس انا شو عملت؟ شفت حطيتها بس حطيتها حط بس هي وبعدين عندي هون AR to the 4 لحد ما اوصل AR to the n زائد AR to the n plus 1. مش كل واحدة منهم ضربتها في R؟ إذا قوة R راح تزيد بواحد، مش هيك؟ هلا اطرح هاي ناقص هاي بتصير عندي S minus RS بتساوي. اشترحت هاي ناقص هاي؟ شو بعمل إذا هون؟ بطرح هدول ناقص هدول. AR minus AR شو بتصير؟ بشطب مش هيك؟ هاي بتشطب وهاي بتشطب لحد ما اوصل هاي بتشطب. شو بضل عندي؟ زائد اي ار تو ذا ان بلس 1. طلع اس على هاي الجهه برا. ماينس صحيح. شكرا يا عيسو. اس 1 ماينس ار عندي هون اي 1 ماينس ار تو ذا ان بلس 1. اذا اس شو بتساوي؟ A في 1 minus R to the N plus 1 على 1 minus R. هلا لو بدي اجي اخذ الحالة اللي N بتروح لانفينيتي فيها، يعني بدي اجمع هدول الترمز كلهم بس بدي اخذهم من 1 لانفينيتي، كل الترمز الممكن، يعني كأني عمالي بقول S بتساوي الآن summation of A R to the I، I بتساوي 0 to infinity. ايش بقدر اعمل؟ ان شو صارت بالحاله هاي؟ لا ان انفينيتي مضبوط تمام؟ اذا هذه ما بتزبط معي لان ار بدها تكون اقل من 1 والا هاي الدايفرجنس بتصير دايفرجنس. لو كانت ار اقل من 1 خلينا نطلع هون لو عوضنا بصير عندي المعادله الاصليه بصير عندي اي 1 ماينس ار تو ذا انفينيتي على 1 ماينس ار. ايش ار تو ذا انفينيتي؟ انفينيتي زيرو. انفينيتي اذا ايش؟ زيرو. نقول هذا اكبر من 1 واذا اقل من 1 زيرو. زيرو مضبوط؟ لانه لو عندي بوينت 1 حتى طلع اله الحاسبه
ويضل يضرب يضرب لي بوينت 1 للقوة 10000 ايش راح تصير؟ تصغر راح تصير زيرو. لكن خذ 5 وارفعها للقوة 10000 شو راح تصير؟ إذا عندي هذه راح تصير الليمت. هلا هون بنستعمل مفهوم الليمت، ليمت اوف اس از ان ابروتشز انفينيتي بتساوي ايه؟ الواحد ناقص هاي مهمة طبعا ولها تطبيقات مهمة. يعني شو بنقول؟ لو ضليت اجمع السيريز هاي باستمرار 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 بتكونفرجز بتروح على فاليو معين. مرت عليكم كلمة كونفرجز؟ أكيد أخذتوها بالتحليل ما خلص بتضلها خلص بتقترب واضح عم تقترب من رقم معين رح تثبت عليه قد ما تزيد التيرمز بعدين ماشي. كل هاي ايش بالعربي كونفرجنس؟ ايش بالعربي كونفرجنس يا فارس؟ تقارب. انت متاكد ولا لا؟ طيب تاكد لنا والله منها. تاكد شو كلمه بالعربي كونفرجنس؟ ماشي واضحه هاي؟